تصويرنا النهاردة موجودين في اسكندرية في المندرة شارع جمال عبد الناصر جنب شهد الملكة. هندخل النهاردة عند صالة لوكانز. طبعا المكان سهل جدا، لو حضرتك جاية من هنا، جاية من فيكتوريا راكبة نازلة المندرة، هتنزلي بعد كمان في مدرسة هنا اسمها مدرسة رفعت المحجوب، هي تعتبر لوكانز جنبها على طول. النهاردة بقى في حاجات حلوة قوي وحاجات جديدة هنتعرف عليها جوه ان شاء الله، لان طبعا احنا موجودين النهارده في منفذ بيع المصنع، يعني هتاخدي حاجتك بسعر المصنع، هتاخدي الركنه والانتريه بتاعك بسعر المصنع. مش كده وبس، ده النهارده هيوفروا لنا كمان الستاره باقل من سعر السوق بخصم 30%، علشان ولا تلفي ولا تحتاري ولا تعملي مشاوير كتير، هتاخدي الحاجات دي كلها بالاسعار الحلوه دي. ودلوقتي بقى هنتعرف على الاسعار، نتعرف. استاذ احمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ والله في احسن حال. احنا ربنا يخليك يا رب. طبعا احنا عارفين ان احنا في منفذ بيع، يعني احنا هناخد انتري او ركنه بسعر المصنع. والله احنا هنا بنبيع باسعار مصنع، لان احنا طبعا منفذ بيع وكل المتابعين بتوعك عارفين الكلام ده. طبعا. بس احنا النهارده عملنا مفاجاه وحاجه جديده وهتفيدهم جدا للناس اللي مهتمه بمجال الستائر. ايوه، احنا الحمد لله اخيرا بعد طلب كتير من عملاء لوكانز دخلنا قسم الستائر مخصوص. دي حلوه قوي. وجهزنا تيم كامل عشان خاطر الموضوع ده. تمام. من الوان ومشات تسليم مقاسات كل زي حاجة. ما انت عايزه، يعني انت تقدر دلوقتي تيجي المحل وتختار الانتري او الركنة بتوعك بس الستائر، وكل ده بخصم عن في الستاره 30% عن سعر السوق. تمام، يعني مالكش حجه. حلوه قوي. تمام. تمام. اول حاجه معانا اللي لفت نظري الانتري الامريكان القمر ده. اول حاجه معانا في العرض، احنا ما عندنا الانتري الامريكان ده مكون من 4 قطع. تمام. ادي دي طبعا الكنبه الثلاثه كبيره. ايوه تمام. والكنبه الاثنين، الاثنين اهي. ايوه، والكرسي والبف الهديه. والبف الهديه وهو واحد فوتيه بس. واحد فوتيه. عايزه اقول لكم بقى على شياكتها وحلاوتها. شايفين بقى يا بنات شغل الكتان والنظام الامريكان والخياطه الليزر دي، ولا بقى الشلت الجميله المريحه، حاجه كده اخر راحه واخر شياكه. بالنسبه بقى للسفنج والكلام ده كله، طبعا احنا نقدر نشتغل الانتري ده سفنج سوفت كثافه 35. بصوا القعده مريحه، يعني ومتابعين قاعدين كده مرتاحين كده، ومتابعين هيقعدوا وهينسوا يوم. تمام. حلو قوي. ده معانا بكام بقى الانتري ده؟ نزل عليه اوفر عامل 28. 28 الف ولا 40 ولا 35 ولا حتى 30. ايوه 28 ألف. ومتاح ان انت تغيري اللون؟ متاح كل الالوان بتاعته، وفرنا الماتيريال بتاعته بكل الدرجات زي الفل. هو تاني يا بنات كنبتين وواحد فوتيه، وكمان البف ده معاهم طبعا بالاشكال الحلوه دي. تمام. ايوه بقى، واحنا قاعدين في قلب البيت نركب الطياره. يلا نركب. يلا بينا. طبعا الركنه الطياره يا بنات من احلى ستايلات الركن، فيها كمان ميكانيزم اللي احنا لو قاعدين. الركنه دي طبعا الاول بدايه الكلام مقاسها بيبقى 3 متر 30. تمام. حلو قوي. الركنه دي طبعا بتتفرد السرير. وريني كده يا احمد لو سمحت. ده السرير بتاعها اهو. ايوه. اسحبها. تمام. بنفس مستوى القعده. تبقى سرير. هتسافروا بقى كده. بصوا بقى، وكمان لو عايزه تخزني حاجه في الصحارى الحلوه دي. تمام. وبتشربي حاجه حاجتك هنا برضو. البولدر المكنسات بتاعت الظهر كلها انت قلت لي بتتفرد تقريبا، بتروح صح كده؟ ده بيبقى 6 درجات. حسب وضع الرقبه بقى. عسل قوي قوي. جميله. دي معانا بقى بكام؟ ايوه، دي سعرها بعد الخصم بره بتتباع عند اي حد ب 25 و 30000، احنا هنا بنبيعها ب 20000 جنيه، مع العلم ان احنا بنبيعها تجاري. فرق تفاصيل مش موجوده بره كمان، يعني حاجات زياده وباقل سعر. ولو عايزينها بتطير نطيرها. يلا بينا. ايه بقى حكايه الانتري القشره بقى؟ الانتري القشره ده انتري بيبقى 4 قطع. طبعا هو ليه اتسمى قشره؟ عشان خاطر الدراع ده بيبقى كله كده القشره الخشب دي كده القشره الخشب، فبيبقى فيه يعني رونق. وانا بقى ملاحظه التناسق في الالوان خطير. احنا عاملين ماتشنج بين البترولي وبين الجري. تمام. فهم بصراحه يعني الثنائيه خطيره. لا، والفوتيه كبير، يعني مهما كان مثلا عندك حد مثلا وزن. الانتري ده حلو قوي، رقم 1 استقبال، رقم 2 لو عندنا مساحه. تمام. يعني ده حاجه فوق احسن من الصالون، تهيألي كمان احسن من الصالون. هو اصلا بديل الصالون.
تمام. في ناس دلوقتي بتلجا عايزه حاجه نيو كلاسيك وفي نفس الوقت تبقى شغل تجديد. فبنلجا للحاجات اللي زي دي الحلوه دي. وبكام بقى ده معانا بقى؟ الانتر ده سعره عامل 24000 جنيه بعد الخصم. 24000 جنيه انت بتاخدي حاجتك بسعر المصنع. اتنين كرسي مش كرسي واحد. ايوه، لان هو كنبتين زي ما احنا شايفين، كنبه كبيره متقسمه قاعده مريحه فيها التقسيمات. أيوة. الشرايح دي كلها زي ما احنا شايفين، وادي الاتنين فوتيه بما شاء الله بمساحتهم دي. لو عايزه بقى ركنه وفي نفس الوقت تنفع في ريسبشن، بصي مش هتختاري الا الركنه دي طبعا. ده الوان من الوانها وتفاصيلها بقى، اتكلمني بقى عن التفاصيل الحلوه اللي فيها. هي الركنه دي بصراحه من اكتر الركن اللي شغالين عليها، لان هي ليها مستين. هي بتمشي قوي في المعيشه، بتمشي قوي كاستقبال بحكم حلو ان الظهر بتاعها طبعا بيبقى كله كابوتوني. كابوتوني زي ما احنا شايفين كده. ليها اتنين دراع. التقسيمات بتاعت القعده، وفي نفس الوقت عمليه صحاره وكمان سرير. كمان يعني معانا الاثنين. مفيش احلى من كده. ادي السرير كبير اهو ما شاء الله. ايوه. ودي الصحاره. الصحاره هي يا بنات، فجايبه بصوا بقى دي يعني المكتمله في كل حاجه ما شاء الله، عسل قوي. الركنه ديت مش هنقول بقى عليها 25 ولا هنقول 22 ولا حتى هنقول 20. الركنه دي بعد الخصم عامله 19000 جنيه. 19000 جنيه وبس. الحقوا العروض الحلوه دي. شايفين بقى بنات الماتشنج اللي بين الستاير وكمان الركنه. الركنه دي من احلى الركنات يعني صراحه، لو اختياري انا هختارها. لا ركنه بصراحه رهيبه. مارسيليا. مارسيليا دي اكتر ركنه بتتباع عندنا هنا في المكان ما شاء الله. طبعا شيلات متحركه احلى حاجه بقى فيها. تقسيمات ليزر في الظهر، القعده برده تقسيمات، سرير وصحاره، وفوق كل ده كمان قعده مريحه. انت عايز ايه اكتر من كده؟ مفيش اكتر من كده بقى. بصوا ادي السرير ايوه. سرير عرضه كبير 1.40 متر يكفي فردين ثلاثه كمان، ومعانا كمان الصحاره اللي بنشيل فيها حاجتنا كلها. تخيلوا التفاصيل دي كلها انت هتاخديها بسعر المصنع 18000 جنيه. مش كده وبس، ده احنا الستاره بقى هناخدها بخصم 30% صحيح عن سعر الايه السوق. هتيجي تختاري الركنه بتاعتك او الانتريو عليها الستاره بخصم 30%، غير ان انت اخد اصلا الشغل باسعار مصنع. طيب ومستمرين في الماتشنج طبعا بين الستاره، الستاره اللي هتاخديها زي ما انت عايزه بالمقاسات والالوان بتاعتها. بالنسبه للستاره وهتختاروا انتوا بس القماش، وهتختاروا الموديل، وهتسيبوا المقاس والتركيب علينا. الله ينور. وكل ده كمان هتاخدوه بخصم 30% عن سعر السوق. موضوع الستاره كده خلاص. خلاص ندخل على الركنه. دي الركنه الباندا، عملناها بالقماش الفوطه اللي انتوا طلبتوه. القماش ده متر غالي جدا، من 250 ل 300 جنيه. تمام. الركنه ديت طبعا القماش بتاعها فوق الممتاز، السفنج بتاعها بيبقى كله بالكامل سوبر سوفت. يعني مش هتلاقوا اريح من كده واحسن من كده. تمام. كل ده بكام؟ بكام بقى القطعتين دول؟ 17777 جنيه سعر الركنه البندا. تمام. ايه ده يا استاذ احمد حكايه الانتريه الميكس الشوكولاته ده؟ ايه ده انت عرفت منين؟ هو اسمه ميكس فعلا. لا والله. الانتريه الميكس ده بيبقى عباره عن اربع قطع. تمام. كرتين وكرسيين. الله على الشياكه. الانتريه بيتفرد سرير وكمان صحاره وكمان ميكس شوكولاته، بس ما يبانش عليه. لا خالص. بس بصي بقى على التقسيمات بتاعته، الخياط اللي في الاطراف اللي هي الحليه القماش وداخل فيه الكابوتونيه خشب الزان والتقسيمات والدلع. يا سيدي يا سيدي. هو السرير فين فيهم بقى؟ السرير اهو. ما عشان كده بقول لك مش باين عليه. طبعا الصحاره كده بتاعته اهو والسرير. صحاره وسرير حلو جدا. الكنبه الصغيره نفس الكلام برضه، صحاره وسرير. كل ده بكام؟ بكام؟ 23000 جنيه بعد الخصم. وعلى فكره اتنين فوتيه يا بنات، ده فوتيه اهو. ايوه. وفي واحد كمان اهو. تمام؟ ب 23000 جنيه. تمام. انا سمعت ان الركنه دي اكتر ركنه مريحه عندكم في المكان. بصراحه دي حقيقه. الركنه دي اسمها ركنه امريكان، مساحتها بتبقى 3 متر في 2 متر. ايوه. القعده شيلات متحركه، وحتى الظهر كمان بيبقى شيلات متحركه. اهي بصوا كمان شكلها مختلف. والقعده بتاعتها مفيش اريح من كده. حلوه قوي. الركنه دي نزل عليها عرض عامله 22000 جنيه بعد الخصم. تمام.